تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلمين يحييكم. السلام عليكم. أمريكا ضد أوروبا، المحيط الأطلنطي يزداد اتساعا. بعد الحرب العالمية الثانية تشكلت أوروبا الحالية. بعد الحرب العالمية الثانية تشكل الغرب المعاصر اللي بيضم أوروبا ويضم أمريكا، يعني شرق الأطلنطي وغرب الأطلنطي. ضفتي الأطلسي شرقا وغربا هم اللي شكلوا ثقافة وحضارة وسياسة الغرب المعاصر. ده دلوقتي بيتفكك إلى حد كبير، والمحيط الأطلنطي بيزيد اتساعا من الناحية السياسية بين أوروبا وبين أمريكا. الرئيس ترامب باعد المسافة السياسية والجيوسياسية بين أمريكا وبين أوروبا، بين واشنطن وبين بروكسل. أول القصة الحرب العالمية الثانية نفسها، بعد نهايتها أوروبا كانت ضعفت كثيرا كثيرا، ولا سيما ألمانيا اللي هي انتهت تقريبا في الحرب العالمية الثانية. اتعمل مشروع ضخم جدا، مشروع مارشال. مشروع مارشال ده مشروع أمريكي اقتصادي عملاق لإنقاذ أوروبا الغربية. ليه لإنقاذها؟ علشان خاطر ما تبقاش شيوعية وحليفة للاتحاد السوفيتي. فالإنقاذ مش حبا في الأوروبيين، وإنما كراهية في السوفيت. بعد كده اتطورت أوروبا، بقت على الطريق السوق الأوروبية المشتركة للاتحاد الأوروبي. فيما بعد الاتحاد الأوروبي كتلة اقتصادية مؤثرة وخطيرة في العالم، لكن في عهد الرئيس ترامب ما بقاش يبص للاتحاد الأوروبي إنه صديق، وإنما عدو وخصم، أو على الأقل منافس خطير. يبقى لغاية عهد الرئيس أوباما كل رؤساء أمريكا من ترومان لغاية أوباما طول الوقت شايفين إن شرق الأطلسي حليف لغرب الأطلسي، وإن أوروبا حليف حقيقي وصديق حقيقي لأمريكا. لكن رئيس ترامب هو أول رئيس في تاريخ أمريكا يجعل إن أوروبا أوروبا وأمريكا أمريكا. مقولة كيبلينج القديمة، الشرق شرق والغرب غرب، بس هنا يقصد أوروبا هي الشرق، فأوروبا أوروبا وأمريكا هي أمريكا، وإن هما قد لا يلتقيان في المستقبل. الرئيس ترامب أثار قلق كبير جدا في أوروبا. الناس في أوروبا مسستمين نفسهم بقالهم عقود طويلة جدا إنهم حلفاء حقيقيين اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وفكريا لأمريكا. دلوقتي أمريكا بتقول لستم منا ولسنا منكم، وإن في مسافة بين أوروبا وبين أمريكا. الرئيس ترامب بدأ بقى يهاجم، وقال كلام قاسي جدا من نوع الاتحاد الأوروبي سيء مثل الصين. فاعتبر إن الصين اللي أمريكا بتبصلها كعدو محتمل أو منافس خطير، اعتبر رئيس ترامب إن الاتحاد الأوروبي زي الصين. يبقى دخل في خانة العداء مش في خانة الصداقة والتحالف. الرئيس ترامب بيقول إن الأوروبيين دول بيستغلوا حماقة أمريكا، فهم يصدروا لنا كل حاجة وما ياخدوش مننا أي حاجة. فنلاقي في شوارعنا مرسيدس بإم دبليو، لكن ما نلاقيش منتجاتنا موجودة في أوروبا. حتى المنتجات الزراعية نلاقي منتجات أوروبا عندنا، المنتجات الزراعية الأمريكية مش موجودة في أوروبا. فالناس دول مش بيشتغلوا معانا تجارة. الرئيس ترامب بيقول إن أوروبا بتقتل التجارة الأمريكية، وإن أوروبا بتحاول إن هي تدعم نفسها فقط، وإن احنا ما قدرش نتاجر معهم أو نكسب منهم. مش قادرين ناخد فلوس من الأوروبيين، باستمرار هم اللي بيكسبوا. علشان كده كلام الرئيس ترامب إن الفائض في أو إنه عجز العلاقات بين الدولتين تجاريا لصالح الاتحاد الأوروبي كان بقى 150 مليار دولار سنويا. فإذا التحالف ده واقف علينا بخسارة، لأن تجارتنا مع أوروبا لا نستفيد منها، وفي النهاية إحنا القوة العظمى الأولى في العالم، ومع ذلك أوروبا سنويا بتكسب من ورانا 150 مليار دولار الفائض في المعاملات التجارية بين أوروبا وبين أمريكا.
عشان كده الرئيس الامريكي بيقول لابد ان تكون هناك وقفه، لانه مش بس حرب تجاريه، ده الاوروبيين كمان بينرفزونا اكتر وبيدوا اموالهم للروس، يبقى احنا اللي بنحميهم وعلاقتنا بهم قويه جدا، الا ان اموالهم رايحه لروسيا. بيشير هنا الى صفقات الغاز اللي مع روسيا، يبقى احنا بندفع مليارات لحمايه اوروبا، واوروبا تدفع مليارات مش لينا اللي احنا بنحميهم، وانما لروسيا اللي هي عدو استراتيجي لامريكا. الرئيس ترامب بيقول ان احنا بندفع 4% من الناتج القومي الاجمالي في امريكا من اجل الدفاع عن اوروبا، من اجل التسلح والدفاع عن اوروبا وتقويه النيتو. قلنا الاوروبيين تدفعوا 2% من الموازنه العامه او الناتج القومي الاجمالي، الا انه المانيا ما كملتش 1.5% ودول اخرى في اوروبا اقل من ذلك. فالرئيس ترامب بيقول لازم اوروبا تدفع ثمن الدفاع، مش هندفع تاني ثمن الدفاع، وما ينفعش ندفع كل الاموال دي لحمايه اوروبا واوروبا تبقى كسبانه في المعاملات التجاريه 150 مليار دولار، وكمان عامله صفقات مع روسيا بتكسب منها مليارات الدولارات. طبعا اوروبا شايفه ان هذا المنطق مش منطق صداقه، ولا حتى منطق يتعلق بمنظمه التجاره العالميه ولا عولمه وحريه الاستثمار وحريه السوق. وشايفه اوروبا ان الرئيس ترامب بيستهدف اوروبا، وان هو غرضه اضعاف اوروبا او تكسير اوروبا. لكن الرئيس ترامب بيقول انا بعمل لمصلحه امريكا وبقول كلام منطقي، وان بدا ان هو صادم لكنه كلام صحيح من الناحيه الاقتصاديه. الحرب بين اوروبا وبين امريكا مستمره، فالرئيس ترامب بدا يفرض رسوم على الواردات اللي بياخدها من اوروبا، فعلى الفولاذ فرض 25% جمارك وبالتالي رفع الاسعار، وعلى الالومنيوم فرض 10%، وبدا يضيق على الاوروبيين ويضايقهم في المعاملات التجاريه. الاوروبيين كمان بداوا يفكروا ان هم يردوا على الرئيس ترامب في هذا السياق. فاول حاجه فرضوا رسوم بالمقابل، هو يفرض رسوم عنده وهم كمان يفرضوا رسوم عندهم. نمرة اتنين ان هم بدأوا يتضايقوا جدا من تضييق ترامب على ايران، لان اذا استمر التضييق على ايران وعقوبات جديدة على ايران والغاء الاتفاق النووي الذي ابرم 2015 اللي هم 6+1 السداسية الدولية وايران، اذا تم الغاء هذا الاتفاق وبالتالي عقوبات على إيران وعقوبات على الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران، ده معناه إن أوروبا تخسر تاني في هذا الإطار. عشان كده أوروبا بتقاوم فكر الرئيس ترامب في موضوع العقوبات الجديدة على إيران، عشان هيبقى عندها خسائر في أوروبا جراء هذه العقوبات. نمرة ثلاثة، عندهم قانون اسمه قانون التعطيل، إنه لو في دولة خارج الاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات على دولة هم ملهمش دعوة، الصين فرضت عقوبات، الصين مش من أوروبا فملهمش دعوة، روسيا فرضت عقوبات، أمريكا فرضت عقوبات، بريطانيا لو هي خارج الاتحاد الأوروبي وبدأت في المستقبل تفرض عقوبات ملهمش دعوة. قانون التعطيل معناه إنه أوروبا تلتزم بقرار أوروبا بأي عقوبات، ولا تلتزم بأي قرار لأي دولة أخرى بفرض عقوبات. فهم هيلجأوا لقانون التعطيل لحماية الشركات الأوروبية اللي عندها مصالح كبيرة جدا مع الإيرانيين، يبقى فرضوا رسوم ثم قانون التعطيل في إطار مواجهة قرارات الرئيس ترامب. وزير خارجية فرنسا بيقول إنه أمريكا عايزة تقسم أوروبا، وإنه أمريكا لم تعد تحب أوروبا ولا صديق ولا حليف ولا حاجة مما كانت قبل كده، وإن أمريكا هدفها الرئيسي تقسيم أوروبا. رئيس المجلس الأوروبي بيقول انسوا بقى حكاية وحدة الغرب، لم نعد غربا واحدا ما غربان، في الغرب الأوروبي والغرب الأمريكي، وأمريكا غير أوروبا، وبقت بيننا دلوقتي خصومة وضغوط هائلة على ضفتي الأطلسي. كمان بيقول رئيس مجلس أوروبا إنه مش بس موضوع الحرب التجارية مشكلتنا مع الأمريكان، إنها مشكلة في موضوع المناخ، في موضوع اللاجئين، في موضوع القدس، في مشاكل كتيرة جدا، موضوع إيران. يبقى إذا جدول الأعمال
اللي بين أوروبا وأمريكا، الاتحاد الأوروبي وبين واشنطن، مش ذو بند واحد إنما ذو بنود متعددة. الموضوع مش بس حرب تجارية ولا رسوم ولا بي ام دبليو اللي بتتباع في أمريكا ومنتجات أمريكا اللي بتتباعش في أوروبا، إنما الموضوع في حرب تجارية، في موضوع اللاجئين، في موضوع إيران، في موضوع القدس، في موضوع البيئة والمناخ، في موضوعات كتيرة جدا بقت عقبة بين ضفتي الأطلسي، بين أوروبا وبين أمريكا. في التحليل الفكري لهذا المأزق ما يلي: نمرة واحد، مشكلة القيم السياسية. القيم السياسية اللي حكمت أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، هذه القيم تتراجع الآن في أوروبا. لوكسمبورغ بتقول إنه اللي بتعمله بولندا واللي بتعمله المجر ضد القيم الأوروبية، وإن احنا ما يجمعنا هو القيم السياسية المشتركة، وإذا فقدنا القيم السياسية المشتركة في أوروبا لن نكون أوروبا. نمرة اتنين، معضلة السيادة. إن دلوقتي دي دول ذات سيادة ودول متقدمة جدا ودول لها مكانة كبيرة جدا اللي هي دول أوروبا، ومع ذلك أوروبا تعتمد في أمنها على أمريكا، ولو شلنا أمريكا أوروبا غير آمنة قدام روسيا وقدام الصين. روسيا أقوى من أوروبا مجتمعة والصين أقوى من أوروبا مجتمعة، واللي بيحمي أوروبا فعليا نوويا الأمريكان. هنا بقى معضلة السيادة، هل يمشوا الرؤوس النووية الأمريكية كلها ويخلق أوروبا من السلاح النووي الأمريكي؟ كده ممكن يكون عرضة لهجوم من روسيا أو الصين، ولا يا ترى يبقوها وكده يبقى منزوق السيادة وفي نفوذ أمريكي ضخم موجود على الأراضي الأوروبية؟ الرأي العام بدأ يميل إلى أنه أمريكا تخرج بالسلاح النووي من أوروبا. 70% من الألمان في إحصاء مؤخرا، أو حد وزع شركة كبيرة جدا وزعت بيانات على عدد من المواطنين، ونتيجة هذه الجولة من معرفة آراء الناس صح ان 70% من الالمان عايزين يمشوا هذه الاسلحه. الحكومه بتقول لا، احنا محتاجين الاسلحه النوويه الامريكيه. في كل الاحوال معضله سياده. اذا بقيت الراي العام مش معجب وشايف ده ضد السياده، لكن اذا خرجت هتبقى امريكا في حاله، تبقى اوروبا في حاله ضعف شديد جدا وانكشاف استراتيجي في مواجهه روسيا وفي مواجهه الصين، وهنا معضله السياده والامن. ثلاثة، القلق من الجميع. لما شوف تصريحات أوروبا، نظرية المؤامرة السائدة في أوروبا وهي صحيحة، أوروبا قلقة من التقسيم وشايفة إن أمريكا تهدف إلى تقسيم أوروبا، ده كلام وزير خارجية فرنسا، أو شايفة إن الصين تهدف إلى تقسيم أوروبا، ده كلام وزير خارجية الصين، أو إن روسيا تهدف إلى تقسيم أوروبا، ده رأي أغلب الأوروبيين. يبقى إذن أوروبا شايفة إن في مؤامرة خارجية على أوروبا لتقسيم أوروبا، وإن هذه المؤامرة ممكن تكون من روسيا أو من الصين أو أمريكا، أو إن الثلاثة يريدون تقسيم أوروبا. والمعضلة الرابعة والأخيرة في هذا التحليل الفكري، القومية التجارية تؤدي إلى الحرب. إذا استمر الرئيس ترامب في الحرب التجارية، هم كانوا أوروبيين بقوا في حرب تجارية، في النهاية الحروب التجارية تنتهي إلى حروب بالسلاح، تبدأ الحرب بالمال والرسوم والجمارك والدولارات واليوروهات، وتنتهي بالدم والسلاح. وهنا في قلق كبير جدا إنه إذا مضت الحروب التجارية إلى مدى بعيد، فإن المستقبل يحمل احتمالات الحرب العسكرية بعد الحرب التجارية. في شرح وتوضيح ما ذهبنا إليه من عرض وتحليل، هنشوف الأول تقرير عن الحرب التجارية التي بدأ شنها بقوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا. تقرير تاني من المحطات الإخبارية العالمية بيتكلم بقى عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتجاوز العقوبات الأمريكية على إيران. قناة نيكاراغوا ثم مظاهرات نيكاراغوا، ماذا يحدث هناك؟ دولة نيكاراغوا دي بلد رائع موجود في أمريكا الوسطى، أكبر دولة في أمريكا الوسطى. نيكاراغوا مساحتها كبيرة، 130 ألف كيلومتر مربع،
بالنسبة لمصر حوالي ثمن مساحة مصر، إنما بالنسبة لأمريكا الوسطى هي أكبر دولة في أمريكا الوسطى. عدد السكان مش كتير، 6 مليون نسمة في نيكاراجوا، إلا إنه نيكاراجوا دلوقتي فيها أحداث سياسية كثيرة. نرجع للبداية، في القرن 16 الأسبان وصلوا إلى هذه المنطقة، وبعد كده الأسبان حكموا هذه المنطقة. بعد كده 1821 استقلت نيكاراجوا عن أسبانيا، لكن في كتير جدا من السكان من أصول أسبانية. نيجي بقى العصر الحديث، بعد كده بنلاقي إنه اليسار اللاتيني تمدد في نيكاراجوا، وهنلاقي إنه في كتلة أو جماعة ماركسية لينينية قدرت إنها تصل إلى السلطة فيما بعد، اللي اسمها جماعة الساندينيستا المعروفة في نيكاراجوا. لما الساندينيستا وصلوا إلى السلطة بدأوا يدعموا ثوار في مناطق أخرى زي السلفادور وزي دول أخرى، إنما فيما بعد خرجت الساندينيستا من السلطة ثم عادت مرة أخرى. يبقى إذن في جماعة أو حركة ماركسية كبيرة جدا اسمها الساندينيستا حكمت نيكاراجوا لعدة سنوات في الآونة الأخيرة. الرئيس الحالي من هذه الخلفية، من خلفية الساندينيستا الماركسية، اللي هو الرئيس دانييل أورتيجا. الرئيس أورتيجا اتخرج من جامعة أمريكا الوسطى، بعد كده راح الاتحاد السوفيتي، وقتها درس في جامعة الصداقة السوفيتية، وبعد كده رجع إلى نيكاراجوا، انضم إلى الجماعة الماركسية ودخل السجن عدة سنوات، وبعد كده قدر يصل إلى السلطة ثم خرج ثم عاد مرة أخرى وهو رئيس الجمهورية الحالي في دولة نيكاراجوا. نيكاراجوا حضراتكم فيها دلوقتي أحداث صعبة جدا، فيها مئات القتلى، مظاهرات قاسية جدا، هي الأصعب منذ فترة طويلة التي تواجه الرئيس دانييل أورتيجا. فما الذي يجري في نيكاراجوا؟ في وجهتي نظر، وجهة نظر المعارضين، وجهة نظر الدولة أو الحكومة، وجهة نظر الحكومة، وجهة نظر المعارضة. المعارضين بيقولوا إن هم ضد العائلة الحاكمة، عائلة دانييل أورتيجا، لأن هو الرئيس والزوجة نائبة الرئيس والأبناء مستشاري الرئيس، فهم شايفين إنه مش منطقي يكون الرئيس رئيس الجمهورية وزوجته نائب رئيس الجمهورية، عشان كده الشعار هناك ارحلة، يقصده الرئيس ونائبة الرئيس اللي هم أسرة واحدة. 2، قانون إصلاح الضمان الاجتماعي اللي أقره الرئيس في نيكاراجوا بيضر بفئات عديدة في المجتمع، علشان كده في معارضة متزايدة للرئيس دانييل أورتيجا. نمرة 3، إنه في شرطة موازية للشرطة ترتدي زي مدني بتقتل الناس، لكنها في النهاية تابعة للشرطة في نيكاراجوا وللنظام الحاكم حسب المعارضة. نمرة 4، إنه القتلى كتير جدا، بتكلم على مئات القتلى في وقت قليل جدا نتيجة المواجهات بين المعارضة وبين الحكومة. نمرة 5، إنه تلت السكان في نيكاراجوا من الفقراء، وبالتالي مفيش نجاح كبير في السياسة الاقتصادية في نيكاراجوا. إلا إن ده كلام المعارضة، كلام الحكومة ومؤيدي الحكومة، كلام على الناحية الأخرى تماما. نمرة 1، إنه صح تلت السكان فقراء، إنما لو ما كانش الرئيس دانييل أورتيجا وسياساته الداعمة للفقراء كان بقت كل نيكاراجوا من الفقراء، فالتلت كويس جدا، كان ممكن يكون التلتين من الفقراء لو مش الرئيس أورتيجا هو الذي يحكم نيكاراجوا. نمرة 2، المتظاهرين مخربين، سواء الطلاب اللي هم أفسدوا الحياة الجامعية وأفسدوا الجامعات، واللي هم بدأوا يشتغلوا كمقاتلين ضد الحكومة مش مجرد معبرين عن آراء داخل الحرم الجامعي في جامعات نيكاراجوا. نمرة 3، المتظاهرين طوروا صناعة قنابل محلية، هم بيضربوا بيها الشرطة، بيقتحموا المولات التجارية، بيقتحموا مناطق كثيرة جدا اقتصادية ملك أشخاص آخرين، ماكينات الصرافة وما إلى ذلك. إن أعمال السلب والنهب وحتى القنابل وحياة الصنع، بعض المتظاهرين بيصنعوا هذه القنابل ويرتكبوا هذه الأعمال. نمرة 4، إن إذا كانت المشكلة
قانون الضمان الاجتماعي الجديد في نيكاراغوا تم إلغاء هذا القانون، يبقى الناس بتتظاهر ليه إذا كان الرئيس ألغى هذا القانون الذي أدى إلى إزعاج عدد من سكان نيكاراغوا؟ نمرة 6، هم شايفين الحكومة إنه الأمريكان بيدعموا المعارضة وبيدعموا مظاهرتها، والإعلام الأمريكي والغربي كله واقف مع المعارضة ضد الرئيس دانييل أورتيغا من أجل تأزيم المشهد. نمرة 6، إن لما الرئيس هناك عمل مشروع كبير اللي هو قناة نيكاراغوا كان عايز يبدأ في هذا المشروع، المعارضة وقفت ضده وأدت إلى إفشال هذا المشروع، بالتالي العائد اللي كان ممكن يأتي من هذا المشروع لم يتم، وبالتالي المعارضة مسؤولة عن التدهور الاقتصادي اللي حاصل في نيكاراغوا. في تحليل هذا المشهد بنلاقي نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى، في تاريخ من الصراع بين اليسار اللاتيني وبين أمريكا، بين اليسار اللاتيني وبين اليمين الأمريكي، باستمرار أمريكا ضد جامعات اليسار في أمريكا اللاتينية. وقبل كده أمريكا تدخلت عسكريا في نيكاراغوا لأن نيكاراغوا بتدعم الثوار في دولة السلفادور، والغريب أن نيكاراغوا رفعت دعوى قضائية ضد محكمة العدل الدولية ضد أمريكا، ومحكمة العدل الدولية حكمت لصالح نيكاراغوا وغرمت أمريكا 12 مليار دولار. أمريكا ما رضتش تدفع ورفضت الاعتراف أصلا بالمحكمة وبحكم المحكمة وخرجت من محكمة العدل الدولية. يبقى ده جزء من صراع ممتد بين أمريكا وبين اليسار الحاكم في أمريكا اللاتينية. نمرة 2، إنه سنة 2014 نيكاراغوا بدأت تشتغل على قناة جديدة، قناة نيكاراغوا، علشان تحل محل قناة بنما أو إنها تبقى منافسة لقناة بنما. إحنا عارفين في أمريكا الوسطى، نتكلم على المحيط الأطلنطي، آدي الأطلنطي وآدي الهادي، في قناة بنما، وفي هنا بقى محاولة لقناة اللي هي تبقى قناة نيكاراغوا. طبعا ده مش رسم دقيق للخريطة لكن ده التصور. فهم لو عملوا قناة من الأطلنطي إلى هنا دي هتبقى حوالي 275 كيلو، هذه القناة طبعا ضخمة جدا من الأطلنطي إلى الهادي. هذه القناة لو حصلت هتؤدي إلى نمو اقتصادي كبير جدا في نيكاراغوا وتؤدي إلى التغطية على قناة بنما. شركة صينية، ملياردير صيني، قال هندفع التكاليف 50 مليار دولار لكن هناخد القناة دي 50 سنة. المعارضة احتجت رغم ان الحكومة شايفة ان حتى لو اخدوها 50 سنة ما هي اصلا ما كانتش موجودة، وبعد كده هتكون في من حق الحكومة في نيكاراغوا. اضف الى ذلك بقى فرص عمل وانعاش اقتصادي وما الى ذلك. في كل الاحوال هذه القناة لم تبدأ حتى الان، والحكومة تحمل المعارضة المسؤولية، وده أدى في الناتج الإجمالي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في نيكاراغوا. إذن في نيكاراغوا خلاصة المشهد، مظاهرات، مئات القتلى، الرئيس دانييل أورتيغا في السلطة، المتظاهرون يصرون على أن هم يعيدوا النظر في النظام، النظام يقول أن المعارضة هي المسؤولة عن تدهور الأوضاع في البلاد، القناة التي جرى التخطيط لها لم تعد قائمة ومن الصعب إقامتها في أي وقت. هذا بعض مما يجري في نيكاراغوا. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.